أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب انصر إخوتنا في سوريا، يا رب كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وانصر إخوتنا في فلسطين وفي كل مكان، والحمد لله رب العالمين. الواجب الثاني بالنسبة للمسلم وهو أن ينقذ أهله من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا يمكن للإنسان أن ينقذ الأهل إلا إذا كان له أهل، فلا بد إذن من الزواج. تحدثت في اللقاء الماضي عن فلسفة تدمير الأسرة المسلمة، وهي تقوم على ما يسمى بنظرية الجندر، ثم تحدثت بعد ذلك على أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، أقسام الحكم التكليفي: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. واليوم طرحت السؤال فقلت: لماذا يخاف الشباب من الزواج من الجنسين؟ لماذا؟ الناس يضحون بأنفسهم من أجل نصرة الدين، فلماذا تعتري الشباب من الجنسين هذه الحالة النفسية حينما يذكرون الزواج؟ هم يريدون أن يتزوجوا لكن يخافون، هم يريدون الزواج ويتشوقون إليه ويرون أنه هو الحل، لكنهم يتهيبون يخافون. فبدأت أسأل الشباب: لماذا تخافون الزواج؟ لماذا؟ فكانت الجواب وكانت الأجوبة كالتالي: الله، أولاً بعض الشباب قالوا: نخاف من الزواج لأننا لم نجد من يعيننا ويشجعنا على ذلك، فكأن تيار المجتمع ينحو منحى عدم تشجيع الناس على الزواج. حينما كنت صغيراً في البادية كنت أرى أن جميع أفراد العائلة كلهم مشغولون بمسألة تزويج الولد أو البنت، مشغولون عمليا وليس فقط هم يحملوا له في أنفسهم. ترى الأمة منذ صغر الولد وهي تحاول أن تؤثث بيته وتشعره وهو صغير أنه لا بد له من يوم يتزوج فيه، هذا تهيئ نفسي للمجتمع بالنسبة للشباب. اليوم هذا الأمر غير موجود، لربما تجد الوالدان هم أول من يقف حجر عثرة في طريق زواج الأولاد. أقول له: ما زالك صغير، يخصك تخدم. هنالك أحدهم قال لي: أنا الآن أبلغ من العمر 48 سنة، وحينما أردت الزواج منعني والداي وقال والدي: لا أريدك أن تتزوج قبل أن تحرق، أن تحرق الأوراق، أي أن تقطع إلى الضفة الأخرى، فكأنه يربط الرزق عياذا بالله بالذهاب إلى الضفة الأخرى، كأن الذي يعيش في ذلك البلد سيحرم من رزقه الذي كتبه الله له، إنه ضعف الإيمان. حتى الوالدان الكبيران أثر عليهم هذا الواقع، لأنهم صاروا يرون الزواج مقاولة مصلحية يحقق بواسطتها الفردان اللذان يلتقيان في هذه المؤسسة مصلحتهم المادية لا أقل ولا أكثر، أي ليس هنالك رباط مقدس ولا غاية سامية يلتقيان من أجلها، إنما يلتقيان فقط عياذا بالله لكي يحل الواحد مشكلة الآخر ماديا فقط. كويغطات كذا منا. الله، شفت الخطأ في الراه؟ مش قضية عائلة، قضية مجتمع لا يشجعك. مجتمع ما يشجعكش اليوم، بكري كان المجتمع كله يشجعك. البنت كي تنوض يبقاو يقول لها: أنت غادي يديك فلان، أنت غادي يديك فلان، فيهيئون يعني كيسمح حلمها
الكبير هو أن يكون لها بيت وتصبح زوجة ثم أما ثم بعد ذلك جدة ثم بعد ذلك تتدرج في هذا السلم. اليوم ما كانش، لما أصبحت الأسرة رسمية نووية. ما معنى نووية؟ الرجل والمرأة وكل واحد بوحده، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك علمنا هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه، أي حينما بلغ 25 سنة قبل البعثة أرسلت خديجة رضي الله عنها امرأة وهي خادمتها إلى رسول الله تقول له: أولا تتزوج؟ مجتمع يبغيك تتزوج، أنت 25 سنة وشاب طيب وطاهر، أنت لا ينبغي أن نراك في مكان الشبهة يا محمد، أنت خير خيرة من مشى على الأرض يا رسول الله، وما زال مكاش نبي، لكن كل النساء أو كل العوائل كانت تود لو اقترنت برسول الله، لأنه الصادق الأمين، لأنه النموذج الأمثل للشاب الطيب الطاهر المؤمن المعطاء. صلوا على الحبيب. تقول له: لماذا لا تتزوج؟ كيقولها النبي صلى الله عليه وسلم: شوف شوف شوف، ومن يرضى أن يزوج هذا اليتيم الفقير؟ يتيم فقير، ألم يجد فآوى ووجدك عائلا فأغنى، وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. من يزوج هذا اليتيم وهذا الفقير؟ يتيم وفقير. نفهم من ذلك أن هذه الحركة من المجتمع في اتجاه النبي هي التي غيرت وقالت: بل هناك من يرغب في أن يقترن بك يا رسول الله. أين هي؟ قالت له: ماشي شغلك، غيقول توا إنه الله لك الحسب والنسب والمال. قال: من تكون؟ قالت: خديجة بنت خويلد. قال: أو ترضى خديجة أن تقترن بي؟ قالت: لا عليك، المهم قل أنت نعم وسترى أن الأمر سيتحقق. صلوا عليه. المجتمع يعين، احنا ما عندناش المجتمع يعاونك، خاصة المجتمع نتاع هنايا ونتاع الغرب ونتاع اوروبا وداكشي. صعيب الحال، غير اللي يجي يقول لك: عندك تتزوجي؟ امشي ديك واحد وياكل لك فليساتك. عندك تتزوج انت وتمشي تدير ولادك مع واحد المرأة التي لا تصلح، وبعد ذلك تفعل وتفعل وتمشي تدير لك وتدير لك وتسمح فيك وتمشي تدخلك للحبس وكذا وكذا. كل المجتمع يخوف من الزواج. هو من ما تزوج واسمه هو الحل؟ السقوط في الحرام. اسمه هو الحل فتين اخويا، واسمه هو الحل. اترضى لنفسك ان تعيش وحيدا طريدا فريدا تنتقل عياذا بالله فانت احد اثنين: اما مؤمن يخاف الله فيعيش نيران الشهوه يحاول ان يضبطها من مخافه الله وقليل ما هم من ينجح، او انسان ينزل الى سوق الفواحش وياخذه طيار الفواحش لكي يستفيق بعد عمر طويل وقد ضاع وضاع الدنيا هو أخراه وإيمان. توحد مزوج أولى الحجر الخرى الثالثة واسمه بين البينين، واسمه العادة السرية عند النساء والشباب الجنسين. العادة السرية أي أن الإنسان يقذف الماء بواسطة استعمال اليد، والفتاة أيضا تتعاطى عياذا بالله لما يسمى بالعادة السرية، وقد كثرت في زماننا مع تيسر. وهذا من الذي يفعل هذا الأمر؟ شكون هما؟ شكون اللي كيديرها؟ هو الذي يخاف أن يسقط في الزنا، يعني يرتكب أخف الضررين بالنسبة لبعض المؤمنين من هذه الأمة من الجنسين. الله، سبحانك يا ربي، سبحانك. ثانيا، وانتم علاش ما تتزوجوش؟ لماذا تخافون؟ اجابت فئه اخرى فقالوا: ان الزواج مسؤوليه تحتاج الى جهد والى صدق والى بذل والى تضحيه، وهذا لا يستطيعه الا كل صادق. اقول لك انا راني عايش حر ومطلوق ونمشي نحبس روحي مع امراه ويولي عندي في المراه في الدار بوليسي، فوقاش تدخل فوقاش تخرج، فين كنت فين مشيت فين طلعت فين هود، علاش درت علاش ما جبتش ذيك درت هذيك، ماني انا علاش؟ فهو يخشى المسؤولية، يريد ان يعيش حرا. وهذه النظرية، نظرية الحرية،
هي نظرية خادعة تجلب الأبصار، لكنها في التحقيق وعند النظر المعمق نجد أن من يتبنى نظرية الحرية، أي أن يعيش حرا، إنما يعيش عبدا لشهوته. فالدنيا ليست دار حرية، إنما هي دار زيد. إنا خلقنا الإنسان في كبد، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دار بلاء اختبار. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يمكن للمسلم أن يعتقد أنه يعيش حرا؟ هل تملك روحك حتى تعيش حرا؟ هل تملك بدنك حتى تعيش حرا؟ هل تملك شيئا في هذه الدنيا حتى تعيش حرا؟ ليس لك شيء. النفع بيد الله والضر بيده، وإنما حقيقة الحرية في الدنيا هي أن تصير سيدا على شهواتك وعبدا لربك. فالحرية في الإسلام أن تكون عبدا لله وليس عبدا لشهواتك. ومن مقتضى العبودية أن تطيع الله، ومن أعظم الطاعات لله أن تتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإذا تزوجت أطعت ربك وبذلك صرت حرا، أي قد استعليت على المعصية وعلى الشهوة وانتصرت على الشيطان وصرت عبدا لله بطاعتك لأوامر ربك. بل إن هذه المسؤولية من العبادات الجسام، هي عبادة كبيرة، وهي أيضا مدرسة تربوية. إيوة، لما تحملش المسؤولية انت وليداتك والزوجة انتعك، أيرجى بعد ذلك فيك ومنك أن تتحمل مسؤولية أكبر من ذلك؟ مسؤولية الدين، مسؤولية أخرى كبيرة في الأمة، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية ثقافية، مسؤولية سياسية، مسؤولية إن شاء الله القيام بأعمال الدعوة في هذا المجتمع. تسمح في وليداتك، عندك وليداتك وعندك الزوجة نتاعك، نعم سيدي، وعندك مسؤوليات أخرى، وزيد تحمل مسؤولية نتاع المركز وديال العمل الدعوي وانت سبحان الله. ألا تعرف أن قيمتك عند الله تعالى ومنزلتك هو بمنزلة هذا الدين عندك، ومنزلتك عند الله بقدر المسؤولية التي تحملها وتؤديها على أحسن وجه وأكمله؟ فأنت كلما تحملت مسؤولية أكبر وأديت الواجب فيها بكل ما يحب الله ويرضاه، فإن درجتك عند الله ترتقي وتسمو. وأول ذلك هو أن تتحمل مسؤولية زوجتك وأولادك، ففيها من الدرجات والحسنات ما الله به عليم. إطعامك لزوجتك صدقة، مداعبتك لزوجتك صدقة، مباشرتك لزوجتك صدقة، تربيتك لأبنائك صدقة، موت الولد بالنسبة لك باب في الجنة. الله الله الله. الإنفاق على الولد المريض، أن تبتلى بابن منغولي، أن تبتلى بابن لا يستطيع الكلام، أن يبتليك الله تعالى بمجموعة من الابتلاءات يعطيك الله عليها من الأجر ما لا يعطيك على عبادتك ولو عبدت الله 70 عاما على قدم واحدة بين الركن والمقام. لا إله إلا فيها بزاف لها أجر. وزيد بزيادة الرحم، أيوة. هذا زارك، هذا أنسيبك، هذا ولد نسيبك، هذه بنت نسيبك، وتزيد نعمة سدي، تكبر العلاقات فتكبر مسؤوليتك. ومع زيد تشعب المسؤوليات حينما تكون أهلها وقد تربيت على تأديتها ترتفع درجاتك عند الله بقدر ما تؤدي من الواجبات. هل من الزواج رشي حاجة كبيرة مدرسة تربوية؟ فلماذا تخاف؟ لماذا تقول أنا حر؟ لن تحصل على الحرية أبدا. الحرية الحقيقية هي حينما يموت الإنسان على الخير الوفير، ويستقبله البشير النذير عند الكوثر، ويبشر بالجنة، ثم يدخل الجنة مع الأبرار، ثم يحظى بالنظر إلى العزيز الغفار. وهنالك إذن تتحقق مغزى ومعنى الحرية في تمامها وكمالها. ما نوزم ثالثة، شي واحد قال لك لا أنا نخاف سيدي ما نتزوجش، علاش؟ لأن اللحم المعروض الحرام يعرض على الطرقات،
فلماذا أحمل نفسي مسؤولية الزواج فأتحمل مسؤولية الإنفاق ومسؤولية المرأة ومسؤولية الدخول ومسؤولية الخروج ومسؤولية القيام بجميع المهام المنوطة بالعائلة؟ لماذا أفعل ذلك وأحمل نفسي كل هذا؟ إذا كان الأمر يتعلق فقط بالجسد وبقضاء وطر الشهوة فإن هنالك لحما حراما معروضا على قارعة الطريق، بل إن لحم الدجاج الميت أغلى من لحم المرأة الحرام. لا تتطلب منك فلسا ولا مسؤولية. شكون لك يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ شكون؟ شكون يقول هذا الكلام؟ شكون؟ الشباب والجنسين شكون؟ المنحرفين المستعدين لدخول النار وهم يضحكون. الذي يعصي الله وهو يستهزئ ويضحك يدخل النار وهو يبكي. يعصي الله هي معصية، ويعصي الله وهو يفرح بها معصية أخرى، ويعصي الله ويستهزئ بالشرع معصية أغلظ. المرأة تقول لك أنا مش نتزوج مغربي، أنا ما مش نتزوج مغربي، ما أنا مش حياتي هذه، كيفاش نولي وإحنا اللور؟ إحنا اللي نولي واللور إحنا؟ كما قالت واحد المغربيه، قالت لواحد المغربي هنا في بوسطن، قالت له انا الدين اللي راك تكلم عليه انا كاع ما عندي غرض فيه كاع، مشات للكفر كاع. انا جيت لبلاد الحريه، انا جيت لواحد البلاد اللي هنا الحقوق نتاع النساء لا حق فيها للرجل، 911 يمكن ان تحقق بهذا الرقم السحري كل ما تحب. عشان غادي نتزوج؟ ولذلك كاع الى تزوجت ولات تمشي مع لبناني مع سوري مع أردني مع فلسطيني مع عراقي، ما بغيش المغربي كاع. هي تريد مثلا ذلك النوع من المهم إذا كان مسلم ومتزوج معليش، لكن عياذا بالله هذا السقوط المريع للمغربيات الذي عسى إلينا، وسقوط المغاربة الذي عسى إلينا. هذا سود وجهنا وعرانا على حقيقتنا وفضحنا، فضحنا. أين المغربيات المؤمنات القانتات؟ أين المغرب المغاربة المسلمون العباد الزهاد التقات؟ كرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللحم الحرام يلقى على قارعة الطريق ويحصل عليه بأقل الأثمان، هذه مسألة معروفة، لكن هل يرضيك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن تقترف جريمة الزنا؟ هل يرضيك أن تتحدث بهذه اللهجة الغير مسلمة؟ هذه اللهجة التي تتنافى مع منهاج الإيمان؟ هذا الكلام لا يقوله إلا، اسمحوا لي، لا يقوله إلا إنسان ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق شرعه، وما عرف الغاية التي من أجله خلقه الله، وما عرف الهدف الذي يسير إليه. إنه يسير والعياذ بالله فاش في سبيل سيء. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة الزنا وساء سبيلا. السبيل السيء، الطريق السيء، الطريق ديال الحرام، الطريق اللي يدغي الموت والأمراض والأعراض هو طريق الزنا. بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، حتى ولو كان متزوجا، إذا كان يزني عياذا بالله فهو يستسرع ويستعجل خراب بيته وخراب دينه وخراب صحته وخراب سكينته وخراب بلده وخراب عرضه وخراب نسله وخراب دينه وخراب خراب خراب كل قيمة طيبة مباركة. لماذا يتكلم الناس بهذه اللغة؟ أيش يتكلم اللغة؟ فذلك يقولوا راجع إيمانك، راجع إيمانك أيها الشاب. الرابع قال لك أسدي أنا ماشي قحش، علاش خايف بالزواج؟ علاش؟ أنا أخاف من الزواج في هذا العصر، لأن الزواج أراه يقطع طريقي إلى الله ويعطلني في تأدية الواجبات، لأن المرأة حين أتزوجها تشغلني عن ربي.
هذا أراد أن يتبتل، أراد أن ينقطع، واعتقد أن الزواج يعطله عن طاعة ربه، لأنه يرى العلاقة الزوجية واسمه يرى يراها رجسا ودنسا. وهذه نظرية من؟ نظرية شكون؟ الرهبانيين، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. وقد ظهر هذا الجيل على عهد رسول الله، وكانت من أكبر البدع التي ظهرت على عهد النبي الحبيب، صلوا على حبيبي ونور قلبي، صلوا عليه. فثلاثة نفر توجهوا على التو إلى بيوت النبي، صلوا على النبي، والتقوا بعائشة وسألوا عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا فكأنهم تقلوها. انظر إلى تلبيس إبليس، تقلوها أي رأوا أن قربة النبي من ربه وقرباته وعبادته أمر قليل. يا لطيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مشتاجش الاجتهاد الأكمل. شو 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 شو, شو, شو المشكلة؟ فقال أحدهم: أما أنا زين فأصوم الظهر ولا أفطر. أكو تعرف هذا الحديث صحيح؟ وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، لأنه يرى أن الزواج يقطع عليه الطاعة ويحول بينه وبين حيازة أعلى الدرجات. ولكي شو هذا؟ عنده النية مزيانة، يريد أن يحصل أعلى الدرجات، مصايم دائما، قائم دائما، ما عندوش المرأة اللي تشغله، إذن دائما في الطاعة نتاع ربي. يعني حتى المقصود نتاعو كان مقصود خير، كان يريد أن يرتقي في درجات الكمال وأن يحصل على أكثر الثواب، حتى لا يحرم من رفقة سيدي ولد عدنان في الجنة، صلوا عليه. لكن النبي صلوا عليه حينما تنام إلى سمعه مثل هذا الكلام، علم أن هذه بدعة فكرية ستنشأ عليها وتتأسس عليها بدعة سلوكية في المجتمع، قد تؤدي بالمجتمع إلى الغلو والانحراف ومحاربة فطرة الله تعالى في الخلق. فارتفع على المنبر ونادى الصلاة جامعة، ثم خاطب الناس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير منكرا ركز على المنكر ولم يركز على فاعل المنكر. المنكر لا يركز على من فعل، إنما على المنكر. فقال: ما بل أقوام قالوا كذا وكذا، لا يشير إليه، لأن المشكلة قد تقع في كل زمان. هذا المشكل يعالجه النبي إلى يوم القيامة، لئن كان قد وقع على عهده فيمكن أن يقع مثله إلى يوم القيامة. فالنبي هو رسول الله إلى الناس جميعا، وهو الرسول الخاتم، ولذلك يعالج هذا المشكل إلى يوم القيامة، فيقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. ثم قطع الشك باليقين حينما أراد أن يبين لهم أن ثمة ما يشم، أن هنالك شك والعياذ بالله في مسألة تفوق النبي في العبادة. الشيخ لقاطعته واحد السيد مبلوكين للطريق، بغينا نخرجوا للطريق نشرجوا فيها الكلاس، وسميتو حميد الكارفس. حميد؟ نعم. كيسمو؟ الكارفس. حميد الكارفس السلام. عنده السيارة مبلوكية الطريق وخصهم يقوموا بواحد الواجب. خرج هو بلوكين الطريق وخرج. نعم. إذن فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. لكن عليه الصلاة والسلام يتبنى المنهج الوسطي، والمنهج الوسطي البعيد عن الغلو هو الذي يوصلك إلى مرضات ربك. وصاحب المنهج الوسط يستمر ولا يتوقف، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإن الوسط يرجع إليه الغالي ويصله التالي. الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقال رسول الله: أنا أصوم وأفطر، يوم أجوع فأصبر، وأشبع يوما فأشكر، وأنا بين عبادتي الصبر والشكر حتى ألقى الله، وأنا أصلي وأرقد، أصلي ما دمت قادرا على الصلاة، فإذا غلبني النعاس نمت، فإني أحتسب في نومتي كما تحتسبون في قوماتكم، ثم إني أتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، إن أصل السنن عند رسول الله
هي الزواج الذي به يستمر النسل الذي يحمل شريعة الرحمن ويحمل إرث النبوة ويحمل سلوك وأخلاق المسلمين. فبالزواج يستمر الإسلام، بالزواج الإسلامي ننجب المسلمين ونربيهم ونحملهم أمانة أن ينساحوا بالدعوة والإسلام إلى يوم القيامة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يباهي بكم بأي شيء؟ بعددكم؟ بفراغكم؟ لا، يباهي بكم الأمم لأنكم كنتم أهلا لحمل الرسالة، كنتم مؤمنين، كنتم تضحون في سبيل الدين، كنتم تجدون تعملون، كنتم تخدمون أمة رسول الله. فهو يباهي بكم الأمم لا لعددكم، ليس الكم هو المهم، إنما الكيف، إنما الرجال، إنما المؤمنون، إنما المؤمنون من المؤمنين رجال صدقوا، أي من المؤمنين يصطفى الرجال الذين يحملون على كاهلهم تبعات هذه الدعوة ويتحملون مشاق تبليغ هذه الرسالة. هذا الكلام مخصوص يتقال. ولذلك احنا كنقولوا اسمه نقول ان الزواج يعينك على الدين. علاش؟ لانه اولا يعينك كما قال النبي على غض البصر، ومن اخطر ما يؤدي الى ضياع الايمان اطلاق البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان الخشوع يعني التركيز، ولا يحصل على الخشوع إلا من غض البصر عن الحرام. فمطلق البصر إلى الحرام يشتت الذهن، فلا يرجى من إنسان يطلق البصر إلى الحرام لكي يخشع في الصلاة أو يركز في الفهم. فإطلاق البصر يضيع طاقات الذاكرة فلا يحفظ، ويضيع طاقات القلب فلا يخشع، ويضيع طاقات البدن فيمرض، ويضيع طاقات الرزق فيضيق عليه في رزقه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه: النظرة الحرام سهم مسموم من سهام إبليس، وعجبت لسهم يطلقه صاحبه ويرتد إليه ليصيب قلبه. كيلقى السهم اللي تضربه كيمشي، لكن السهم ديال العين تضربه يولي لك. العين سهم مسموم من سهام إبليس، فين يقسك؟ يضرب قلبك. فمن ترك النظرة الحرام من خشية الله ومن مراقبته، اسمع اسمع أخوي البشرى، أبدله الله حلاوة الإيمان يجدها في قلبه. يا الله، الأمة التي أمرها الله أن تغض من أبصارها حتى لا ترتمي إلى الحرام، هل يعقل أن يتصور في هذه الأمة أن تسقط في الزنا؟ حتى النظرة حرام، كل ما يؤدي إلى الزنا جعله الرسول الله متاريس تحول بينك وبين الوصول إلى الحرام. الأذنان إذا كانت تسمع الكلام عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، كلام ساقط الذي يشجع على الزنا حرام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه: إن الله تعالى كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين السمع، وزنا اللسان الكلام، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين السعي، وزنا القلب، والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إنسان يزني بعينه، تلفزيون، مسلسلات، ينظر إلى الشقراوات، والفتاة أيضا تزني بعينه حينما تنظر إلى الرجال نظر الشهوة. الله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الله، إنه منهاج وقائي يحول بين المسلم والسقوط في الزنا. فالزواج هو أكبر علاج لغض البصر،
وتحصين الأذن من أن ترمى وترطمي وتسمع الحرام، وحصن للقلب لكي ينحبس في التركيز على ما يهمه، وحبس الفكر على أن يركز على ما يهمه، والتحكم في القدمين فلا يسعى بهما إلا مكان يرضي الله فيه، ويضبط بذلك اليدين فلا يبطشان إلا لما يرضي الله، واللسان يضبط فلا ينطق إلا بما يرضي الله. وبذلك فالزواج هو إحصان يعينك، هو حصن لك من السقوط في الحرام، وهو أيضا أحصن للفرج كما قال رسول الله صلى عليه. أرى أن الوقت قد حان، ولذلك تحدثت في هذه الكلمات بإجمال على سبب الخوف الذي يصدر من الشباب من الجنسين من بناء الأسرة والإقدام على الزواج، وقد تحدثت عن بعضها وانتهيت للحديث على من يعتذر عن عدم الإقدام على الزواج بسبب أن الزواج يمكن أن يعطله على طاعة الله، فبينا أن الزواج هو شطر الدين كما قال النبي للشاب: أمتزوج أنت؟ قال: نعم. قال: لقد أديت شطر الدين، فاتق الله في الشطر الآخر. فإن سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن لما أورد هذا الحديث معلقا على بعض آيات سورة النساء قال: وكدت أن أقول أن الزواج هو الدين كله وليس شطر الدين فقط. هو الدين، هو دين. دير وليداتك وتخلي المسلمين موراك يدعيوا لك ويكون عندك رحم. هذه البعض إن شاء الله بعد التراويح إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء نستمر في الحديث عن أسباب خوف هؤلاء من الإقدام على بناء البيت. هذه الأخت تقول: أخت زوجتي، هذا الأخ يقول: أخت زوجتي توفيت اليوم في البوسنة بعد مرض طويل بالسرطان، المرجو الدعاء لها. اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، كانت تشهد في الدنيا أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وكانت تشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها يا رب، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها يا رب. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم يا رب أكرم نزولها، اللهم وسع مدخلها. اللهم يا رب يا رب اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم ارفع درجاتها، اللهم استقبلها بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إليها وراض عنها. اللهم ارحم سائر أموات المسلمين، وصلى الله على حبيبنا محمد. هذا الأخ يقول، عندما كان جاوبه ولكن المرة نجاوب المرة الأخيرة إن شاء الله ما نعاودش إن شاء الله تعالى: لقد سبق لي أن تعاملت مع بنك إسلامي لشراء بيت للسكن، لكن كل ما كانوا يذكرونه عكس ما يطبقونه. في الأخير تبين لي أنهم يتعاملون بنفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الربوية، فما العمل؟ هذا التجأ إلى قرض من البنك الإسلامي لشراء السكن، فتبين له بعد أن كان يعتقد عكس ذلك أن هذا البنك إنما يتعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها البنوك الربوية، إذن فقد خدعوه وقد سقط في الفخ كما يقول. هذا الشيء اللي كيقول السيد. علاش يا سيدي؟ كيقول لك لاش؟ لأن ما أديته على القرض من البنك الإسلامي أكثر بكثير مما تؤديه للبنك الربوي الذي يفرض عليك التعامل بالربا. هذا الشيء علاش قال لك شمتوني؟ هذا الشيء علاش؟ هذا المنطق نتاعو. هذا المنطق سليم ولا ماشي سليم؟ منطق سليم ولا ماشي سليم في المبلغ؟ منطق سليم. هو منطق غير سليم. علاش غير سليم؟
لأن البنك الربوي لو أقرضك قرضا بواحد في المية 100,000 دولار خلصت عليها 100,010 في 20 عام تكون حاربت الله، لأن العقد ربوي أي أنك دخلت لإبرام عقد ربوي. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولو كان صغيرا فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. أما العقد الذي تبرمه مع البنك الإسلامي فالبنك الإسلامي أولا هو بنك يحاول أن تكون جميع معاملاته مطابقة لإحكام الشريعة الإسلامية. من الضامن؟ هي لجنة شرعية، هيئة شرعية تشرف على سلامة جميع المعاملات الصادرة عن البنك. فهمتوني؟ ولذلك يمكن أن تقترض من البنك الإسلامي وتدير عقدة، ذيك العقدة فيها أنا شريت ب200,000 دولار وتخلص 200,000 دولار ما فيهاش زيادة، لأن تمشي تسلف 100,000 دولار من البنك وتخلص غير 150,000، ذيك 50,000 كتكون ربا، لأنها كتكون والعياذ بالله نسأل الله الربا زايدة على حساب الوقت، ربا النسيئة. أما هذا فإنك اتفقت مع البنك الإسلامي على هذا القدر منذ البداية، فالعقد سليم 100%، فأنت تزيد من المال من أجل أن تكون معاملتك إسلامية حتى لا تحارب الله. والزيادات هاتي إنما المقصود منها، واسمه هو ياسر، كاين اللي كيزيد فهادشي ياسر، كاين اللي يكون حتى عنده النية ماشي مزيان، كاين البنوك الآن هذيك اللي فتحت عندنا في المغرب كتسمى كيسميوها هذيك كيسميوها أنتم ما سمعتوا لا ماشي الأمانة اللي تعطي الأخرى سوية صفا هذه الآن كتمشي لها كاين العقد صحيح 100%، لكن المبلغ الذي تؤديه إذا توجهت إليها يزيد على المبلغ الذي تقترضه من البنك الربوي. علاش؟ لأن اللوبي انتع البنوك الربوية يريد أن يفشل هذا ويريد أن يشوه التعامل الإسلامي عند الناس حتى يفروا منه ويعودوا ملتجئين إلى الربا، فيقولون الربا أرحم لنا من هذا. هذا مقصود. ولذلك أنا أقول لك إذا التجأت إلى البنك الإسلامي وعنده هيئة شرعية أنت خرجت من باب واسع، زدت شوية الفلوس، نعم يمكن زدت الضرائب زايدة، يمكن الملف زايد، يمكن كذا زايد، لكن الربا ما كانش. العقد سليم شرعا 100%، هو بعيد عن معاملة الربا. يمكن أن الضريبة تكون مضاعفة، ضريبة انت على كيقولوا التفية تكون كبيرة. إذا انت إن شاء الله تبارك وتعالى اطمئن يا أخي، أنا أقول للمسلمين في أمريكا إن التوجه إلى البنوك الإسلامية هو الحل. نعم يمكن أن تتحمل أكثر وأن تعطي أكثر وأن تؤدي أكثر، لكن العبرة ليست بالقيمة هل هي كبيرة أم صغيرة، إنما العبرة بطبيعة العقد. فالعقد الذي تبرمه مع البنك الإسلامي هو عقد إسلامي بعيد عن حرمة الربا، أما الآخر حتى لو كان من ناحية المبلغ رفيقا بالناس فإنه ربا، والربا ربا. هذا هو المسألة الثالثة إن شاء الله نذكركم بها إن شاء الله تبارك وتعالى باش نكمل. الإخوان الذين إن شاء الله تبارك وتعالى لم يحظوا بشرف المشاركة في العشاء الخيري والتبرع والإنفاق لهذا المشروع إن شاء الله تعالى، وهم مدعوون بإذن الله تعالى لفعل ذلك وجزاهم الله خيرا. أما الآخرون الذين أعطوا وعودا فنسأل الله أن يوفقهم لكي يوفوا بعهودهم، وصلى الله على حبيبنا محمد.